عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. آمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتم موجودين هلا؟ منين جيتوا؟ أحمد ميسر، منين جيت؟ أصلك منين؟ من نطفة مبيرة في حالة منكم وصل من غير هالطريق هذا. يا ابن آدم أولك نطفة مبيرة، النطفة متداول عليها، المبيرة أقل من أن تذكر، يعني صغيرة كثير 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 حتى يكاد أن لا يذكر لها حجم. النطفة تخرج من الإنسان، كم إنسان مثل حكايتي فيها، من 200 إلى 600 مليون إنسان مثل حكايتي بها النصفة. النصفة بتصل إلى 3 سنتي، سنتي في 200 مليون. فإذا كان أنا موجود من 600 مليون، قديش كان حجمي؟ يكاد أن لا يرى بالعين. صغير كتير. إذا الدبانة وقفت على المراية وحطت علامة أكبر بكتير مني وتدي، كنت أنا في عالم النصفة، في حدا منكم صار معه هالشي؟ ما بعرف. يعني شيخ دفة لحية وجبة كان هيك صغير صغير صغير. لما بتمرق الطيارة تناوى عليها قديش بيطلع حجمها بالرؤية؟ بيطلع 10 سنتي. نظرنا للطيارة هي طايرة بالسماء، بيطلع حجم 10 15 20 25، حجم الطبيعي قديش؟ أن طولها قرابة
السبعة لا 8 متر، وعرضها مع جناحين كل جناح عرضه 4 متر عشان التوازن. لما نشوفها نحن وهي فوق نشوفها قد الكف، فيمكن ان احنا اذا كنا في عالم نبعد عن الحياة مسافة الطيران لا نرى بالعين، وهالنطفة هي اللي بتطلع هيك فيها كل هالملايين. لقد خلق الله تعالى الإنسان وأبدع هذا الإنسان من نطفة وقدره في بطن أمه أطوارا، كم طور مر عليكم في بطن الأم، دخل نطفة، النطفة راحوا على الحرب واشتغل الاصطدام بعضهم ببعض، فنجح من 600 مليون واحد، وسبق إلى عنق الرحم بقية 600,000 كلهم راحوا على السياق. ما بعد الدكتور عم بيحكي غلط؟ أنا هالذرة الصغيرة اللي نفدت من 600 مليون وفاتت وعلقت بعنق الرحم ودخلت لجوا، فجوا في فرن درجة حرارة 36-37 بتعشش بهالفرن جوا وتنمو تدريجيا. من وجد الرجلين الإيدين الرأس يصير حجمه بعد شهرين ونص 3 أشهر يعني طول الأصبع، مخلق خلقة كاملة. فشو بيكبروا من حجمه قد الأصبع لصير وزنه 5 كيلو؟ قال هذا إذا تعرض للهواء بيموت، نحطه بفرن درجة حرارة معدلة، إن طلعت بيموت وإن نزلت بيموت، بيعيش بوسط حامضي بحرارة محدودة 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر، كل شهر بيزيد وزنه 200 غرام لا يوصل ل9 أشهر بصير وزنه من 3 كيلو ل5 كيلو. إذا نزل عن 3 كيلو بيحطوه بالمحم بغرفة مغلقة لحتى يكمل نموه، لحد 1.5 كيلو محمول، أقل من 1.5 كيلو ما بيخلوا المحم حتى يكمل نموه. مين منكم صار معه هيك شيء؟ كلكم يا مساكين. شتا
شلون كنتوا بين حجم صغير وشلون كبرتوا بين معمل جوا؟ مين الايادي المشرفه عن معمل؟ بيصفن لك اصابع رجليك وصفن لك اصابع ايديك. هاي الجورة بأنه مدى ثقبها؟ أنا ما تأخذوا لي الله وقفت ضايع لا أدري كيف ولا إيه. بذاك الحجم من كبرك كان طبيب أشرف عليك جوا بالمعمل، وهل استطاع الأطباء الأخصائيين بالتوليد يشوفوا حدا من الأطباء اللي عم ينمي الجنين في بطن أمه؟ حسنو طبيبنا اختصاصه توليد في أمريكا، كل سنة بيجيلوا لهون شهر زمان بس حتى يستأنس فيكن وبيرجع. واختصاصه تنمية الجنين في بطن أمه. فهل اطلع يوم من الأيام على جنين في بطن أمه كيف ينمو؟ تعرف حكيم ما بيعرف شيء، بيعرف متى كبير، طرق شلون بده يطالعه من بطن أمه. إذا تيسرت الغرفة بها، ما تيسرت الخاصرة وبيطالعه، ما بيعرف غير هيك. أما جوا شلون عم يتربى ما بيعرف مسكين. وكل أطباء العالم حدا بيعرف شلون؟ مين الأطباء المختصين بصف العظام؟ كسوة العظام بالعضلات، تمديد الأوردة والشرايين. مرات الجنين بيطلع بسمات كامل نموه، متى كبر بياخذوا له شرايين من بطة رجله بيحطوا له على قلبه. عم بتصير هيك عمليات ولا ما عم بتصير؟ عم يبدلوا له شرايين. طبيب القلبي عم يقول بتصير. الحكيم العليم بعت اطباء يشتغلوا جوا ويمدوا الشرايين احتياطيه، حتى نحتاج بيطالع منهم بيحطهم. شلون هالأطباء جوا استطاعوا يمددوا الشرايين الاحتياطية تعمل بشكل مستمر؟ لو لم تعمل لا تصلح للنقل. قال لكن هالعمل هذا احتياطي. في عنا نقل المي من خزان لخزان، مرات بيحطوا لها ثلاث نواسير عشان تلحق ارفاع، بعدين صاروا يحطوا واحد تخين عباض ثلاثة. لو استطعنا أن ندرس المساحة، الشيخ محمد هذا اختصاصه
إذا جبنا 4 بواري نص إنش بيساووا إنشين، بيمرقوا كمية أكبر لما الإنشين بيمرق كمية أكبر. الإنشين بيه هيكل واحد نص إنش قد بالتجزيء. لما بتجزئ الكمية لابد ما الميزان يأخذ ويعطي، تطلعك بعد شكل. أما تطلع الكمية نفسها ذاتها لا يمكن، الحصر بيضيع الكمية، الراحة بتكبر الكمية. ما بعرف عم بحكي صح أنا؟ إنسان محصور بين أبوه وأمه، هذا بيصير وهذا ما بيصير، مدارك الفكرية تنمو مثل الإنسان الطليق اللي بيشتغل على كيفه ما بيشاور حدا، كالإنسان الذي يشاور ذا عقل ثم يطيعه. خلق الله تعالى الإنسان وأبدع هذا الخلق من نطفة وقدره في بطن أمه أطوارا، بدأ بالرجلين. كم يوم بدون رجلين بيصيروا؟ بعدين سوى البصن، بعدين الإيدين، بعدين الرأس. كم يوم استغرق جوا لصارت الصورة كاملة؟ أنا شايف أولاد مثل أبو بريص طول الأصبع. شلون خلقة كاملة طول الأصبع؟ بعدين من نفخك وكبرك؟ فنفخنا فيه من روحنا فأجاك العناية الإلهية فنفخت فيك فوسعتك حتى استطعت أن يكون لك حجمك في بطن أمك. بطن أمك الصغير شلون وسع في نوع من النساء؟ تلاقي بطنها عالي كثير بالحمل، في نوع من النساء ما بيظهر الحمل في بطنها، بتوزع الحجم للخلف وإلى الأمام، البطن ما بيظهر. خلق الإنسان وجعل، إذا حطينا 100 إنسان ولا واحد كالثاني تماما إلا يكون في خلاف، ولكن لا يدرك الخلاف بالنظر المجرد. إيه شيء حكيم؟ فكيف صنع وكيف أبدع وكيف أوجد في بطن الأم أطوار وزوده بما يحتاج إليه من أجهزة وقدرات ووسائل الحواس معرفة ليستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى؟ هل الإنسان عرف وجوده في ذاك المكان؟
علم أطواره. بدنا نسأل الأطباء، بتعرفوا كيف كان التكوين في بطن الأم؟ دكتور قلبية، بتعرف كيف تكون القلب في بطن الأم؟ أم ما بيعرف؟ شو لك عن طبيب قلبية؟ بيعرف القلب بحجمه والإنسان بحجمه، يعني إذا صار في خلل بيعرف بعض الشيء، ما بيعرف كل شيء. طبيب القلبية بيعرف بعض الشيء، وحسب ما درس وتعلم بيقدر وبيحكم، ومرات بيطلع تقديره غلط. ما دائما 100%، ليش في غلط؟ كطبيب ما لازم غلط، ليش عم يظهر غلطه؟ قال يعلم، مهما درست ومهما تعلمت ومهما ثقفت لا يمكن أن تدرك ما أوجده الحكيم. فأنت معلوماتك جزئية، لكن الحكيم بيعرف كيف تمدد الشرايين والأوردة وشلون تركبت المضخة مشان تسحب، يعني المتقدم السن شلون بيسحبوا الدم من سبر رجليه بيطلعوا لراسه. هاي الأجهزة والمضخات اللي بتسحب الدم استطاع الطب الآن يعرف وين. الله عم يصنع مضخات، نعم، الحورة قديش بيطلع طولها؟ تصل ل 15 متر. مين عم يطالع المي من تحت لفوق 15 متر؟ في مضخات يا اخي مختصه. الان انكشفت المضخات وين بتكون موجوده. لو سالنا المزارعين تعرفوا المضخة وين؟ المي بتطلع من سفن الشجرة 6 أمتار، الدالية بتطلع أكثر من 40-50 متر. مين عم يطالع المي من أسفلها من الشرش بيمشي ضمن العواد الرفيعة لحتى وصل المي للورقة لحتى تكبر، ويوصل المي لعند الأنزوعة تبع العنقود ويغذي العنقود ويطالع العنبات. أنا والله أقف حيران، لا أدري في حدا منكم مزارع أو مهندس زراعي يقول لي المضخة وين موجودة. صاحب المصلحة أو المختص في الزراعة بيعرف شرش الشجرة كيف تنمو، لكن بيعرف المضخة وين. تحبوا تعرفوا المضخة وين؟ الشرش بيبقى يمين وشمال وإلى الأمام والخلف، بالنص جوا بيبقى كتلة شعر. بنص الشرش كتلة شعر. شو وظيفة هالشعرات؟ هي بسموها أهل المصلحة الخملة. شو
شو وظيفتها؟ حدا منكم شاف الحية شلون تمشي؟ تقلص وتمدد. فهي الخبل الرفيعة، الشروش الرفيعة وظيفتها تمتص المي وتقوم بتصفيتها من كل الشوائب. مية الفيجة لو دخلت الخملة بتصفيها وبتطلع منها شوائب. المخابر لسه ما وصلوا لهذا التحليل، يطالع الشوائب من المي. الخملة بتطالع كل الشوائب وبتضخ المي صافية من كعب الشجرة إلى الورقات، وكل ورقة من الشجرة تأخذ حصتها من الماء حتى تنمو، حتى يصير لونها أخضر، وحتى تلمع. في علماء استطاعوا يعرفوا هاي المضخة شلون بتطالع الميات وبتضخهم لرأس الشجرة بكل بساطة. تتمدد لا تحقن الميات فيها، تتقلص تدفع الميات بقوة، وهي القوة بدها لا يقل عن 3 حصنة لتوصل الميات من تحت لفوق. وهذي ورد كل مضخة قدرتها تأخذ 7 وتعطي 21، هذا قانون المضخات. ما هي شيخ محمد تأخذ 7 أمتار تعطي 21. هي قدرة المضخة يلي عم تأخذ من بطن الأرض المي وبتضخها 10 أمتار. هي وين قدرتها؟ وأظن تشتغل من دون كهرباء ولا بنزين ولا ديزل. وظيفتها تتمدد وبتكن، تدخل من مصافي ناعمة المي لأنه صار في فراغ جوا، بتتعبى المي جوا، بتشتغل بالضخ، بتتقلص وتعصر حالها لحتى تطالع الميات لرأس الشجرة. مين بيشتغل عليه؟ أعطوني مزارعين العالم في حدا عنده قدرة يرفع الميات بهالخملة الرفيعة، هذه كتلة شروش تضغط الميات لرأس الشجرة. يعني إذا أردنا أن نفكر بخلق الله، هل نستطيع أن نصل إلى عظمته وقدرته؟ شلون جعل الشجرة القدرات الذاتية بسحب المي من تحت طالع لفوق؟ بيقول لها أنت يعني لا تتمي حاملة كل أيام السنة لأنه أنت ما بتتحملي، تحملي الأوراق زمن، بيطلعوا خضر، بيطلع الثمر، بتحوش الثمر، بترجعي انت بترتاحي،
بدل ما تطعمي الكل بتصيري مكلفة تصحي حالك فقط. تنمو الشجرة بيجيها الشتاء بتشلح أوعيها، بتصفى عبارة عن خشب، بعد ما صارت خشب ممكن ترجع ويرجع لها أوراق، ممكن عم نشوف عم بصير. أي قدرة عم تجعل الشجرة بالبرد الشديد تتم عم تمص مي من تحت وتغذي حالها لفوق؟ ما بعرف هل هذا بيجعل العقل شوي يتحرك أو بيخلي العقل جامد. إذا فكرنا بالشتاء تأخذ مي تكفيها، بالصيف الواحد بينام بالغطا ما بيبرد، بتتغطش يا محمد، في عندك برد بتتغطى، لما بتنام بتتغطى ولا بتنام كشاف؟ هلا بتتغطى معناه انت عم تنام منطقة باردة، اما لو كان تنام منطقة دافية ما بتحس انت تحمل غطى، بتنام بلا شيء على بطنك بس. انا بحط بشكير على بطني وبنام خشية تجي موجة باردة على البطن ما يتحملها، أما بقية الجسم بيتحمل. مين عز يجعل لك الجو دافي نام بلا غطاء ومرتاح، وأحيانا بتعرق وبلا غطاء، وبالشتاء بتحط لحاف واثنين وثلاثة وما بتعرق. هل فكرنا بأقدار الله عز وجل وصنع الله الذي يصنعه في الإنسان ليعيش حياة رغيدة؟ هل استطاع الإنسان أن يفكر كيف خلقه الله وكيف ركبه في بطن أمه وكيف جعله يعيش في قوقعة مغلقة؟ منين بيتغذى الجنين في بطن أمه؟ وقت يولد المولود الطبيب أو الداعي في عصرنا بيقطع الخلاص وبيربطه، وهذا إذا ربطه بعد فترة بيبس بصير ننزل شوية دم. بعصرنا نحن كنا نحط له زيت مشان يتمطري لحتى يسلط، يقولوا سرتة الصرة، بتم الصرة تضب على بعضها، بتم تضب على بعضها حتى تسكر إغلاق تام، بعدين الشقفة الزايدة بتنزل لحالها. مين عم يربطها؟ أظن أطباء أخصائيين زمان وجد. يحسن الصرة يطالعها من أول ما بينزل الجنين، بيعرف بقصها بيربطها بعدين بتسلط لحالها. مين عم يشتغل؟ أطباء أخصائيين. لكن يا مساكين أنتم ما عندكم عيون
بتشوفوا الأطباء جوالي عم تشتغل ومعلوماتكم بتطب معلومات سطحية. ما في طبيب استطاع يدخل للأعماق ويعلم كيف يصنع الصانع وكيفية الأيد التي تدخل إلى بطن الأم، سواء من بني آدم أو من مخلوقات أخرى، وكيف ينمو الجنين في بطن أمه. أنا لحد هلا ما بعرف، بس بعرف كان صغير كبير شلون ما بعرف، بينزل من بطن أمه كبيين، كبيين ونص، 3 كيلو لحد 5 كيلو، عم يصير وزنه بعدين 100 كيلو، شلون عم يزيد؟ بدنا نسأل طبيب القلبية شلون عم يزيد؟ قال عم بيرفع وزنه الزمن. هل الزمن يملك التصرف في الإنسان وينميه شوية شوية؟ الزمن ما هو؟ الوقت الذي يمضي. قعدت أنا هون ساعة 11، صار لي 3/4 ساعة قاعد، ما حدا شعر بالوقت، وكأنه ثواني. طيب ليش ما شعرنا بالوقت؟ قال عم نسمع معلومات بحياتنا ما قرأناها بكتاب. موجودة بكتاب يا شيخ أحمد ميسر، موجودة بكتاب هالمعلومات. بدها مجموعة كتب، ومجموعة الكتب بدك تقرأ كل هالكتب وتنحص من كل كتاب، تأخذ مقتطفات وتخبيها بالميزان جوا وتطالعها بالوقت المحدد بالشكل الذي ينبغي أن تكون. يعني هذا وين الإنسان صبي؟ وزوده بما احتاج إليه من أجهزة وقدرات. مين منكم معه أجهزة؟ مين عم يحركون؟ في محرك مختص لحركة الأصابع، حركة الرأس على اليمين وعلى الشمال. مين عم يحرك اللسان وعم يطلع من اللسان كلام مفهوم؟ عم تستوعبوا انا شو عم بحكي؟ مين عم يجعلكم الكلام يدخل بإذنك، بيدخل صوت هوا؟ مين عم يشرح لك جوا الكلام وفهمك يا شيخ محمد؟ انا عقلي والله ما عم يتسع، ما عم فهم شيء. الاطباء الاخصائيين اللي عم يفصلوا الكلام بسمعوني يا مفهوم؟ ما عم تسمعوا كلام مفهوم؟ طيب مين اللي عم شرحه؟ يعني ما بتحتاج واحد يفكر شويه؟ أطباء العالم إذا اجتمعت بتحسن تعرف الجهاز، هل بيعطيك النبيرات تفهم كلام؟ المذياع عم بياخذ الكلام من تمي، عم ينشره بالمكبرات. شلون عم ينقله؟ عم ينقله الذبذبات، وهذه الذبذبات كيف تفهم لدينا كلمات؟
شو الوسيلة؟ في أجهزة أنت عم تحكي بتعطيك الاهتزازات للكلام، النبرة العالية والنبرة الواطية والنبرة الوسط، وكيف تسجل وتنقل، وكيف تسمع بعد أيام، لا 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 بعد أشهر، لا بعد سنين. شيخنا الله يرضى عنه صار له هلا مدفون في التراب، صاروا 15 إلا شوية، الآن 18 سنة، الآن عم نحط الكاسيت بالمسجل، عم نسمع كلامه وكأنه حي. يعني هذا وين خبر كلام؟ هلا بعد ما انا بنتهي الزمن اللي انا محدد الي، بتشوفوا على الشاشات شيخنا الله يرضى عنه عم يتكلم وكأنه في خير الحياة. شلون هذا الكلام عم يطلع؟ وين كان مخبى؟ وين الوسائل اللي عم تدخر هالكلمات؟ هل هي صنع الله أو صنع الإنسان؟ أنا ما بعرفها. الشيخ أحمد ميسر صاحب الاختصاص، شلون الكلام عم يتخبى؟ عم يتخبى كلام، عم يتخبى إشارات، والإشارات لما عم تطلع شلون عم تنسجم بعضها مع بعض وبتطلع كلمات؟ والله بسألكم بالله ماشي بحير، بيجعل الإنسان عقله أصغر بكثير من رأسه مدارك العقل التي تدرك هذه المعاني. وين موجودة برأسك يا شيخ أحمد ميسر؟ وين؟ هون 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 هون. وين؟ تعرف وين؟ يا مسكين أحمد ميسر كان بزمانه من كبار علماء البلد، ونشر علمه خارج القطر السوري، وشلون قالوا عم يتسع، قال ما عم بيعرف وين هذا الكلام مدخر، وين صفينا نحن؟ طبيب القلبية هذا وين من مدخر؟ ما بتعرف يا مساكين، ما حدا ممكن بيعرف هذا وين مدخر. الخزان اللي عم يخزن الأفكار، أنا إذا سئلت وقت كان عمرك 7 سنوات بتحسن تحكي لنا شو صار معك؟ ايه لا ازال بذاكرتي وقت اللي كان عمري 7 سنوات شو كنت اعمل؟ طيب هي الذاكرة وين محلها؟ حدا بيحسن يقول انه عندي ذاكرة انا؟ المعلومات اللي عم بحكي لكم اياها قدامي بالكتاب، منين عم تجي هي؟ ينابيع من المدخرات. هالمدخرات وين؟ والله انا حيران. انا درست كثير، تعلمت كثير، لكن الى الان انا ما بعرف الخزان الذي يجمع المعلومات وين محله؟ شو شيخ محمد؟ ما بتعرف شيء؟ كنت ظن حالي أنا اللي ما بعرف شيء، تاري كمان أنت بتحكايتي. مع العلم أنه شيخ محمد عنده مخ ويسع إلى كثير من الأمور ويدرس الأمور بدقة، أنا ما بعرف شيء.
مين منكم بيعرف؟ إذا حدا منكم بيعرف الخزان الذي يجمع المعلومات في الإنسان وين؟ يرفع أصبعته لحط إيدي بإيده وقل له يعلمني ما علم. شو شيخ محمد؟ عندك هي مدخرات تعطيني اياها؟ الكلمات اللي سمعتوها هلا أليست مدخرات؟ مين جابها هلا وبعد كل المعلومات وجاب هذول حطهم بالواجهة؟ في علم، قل أخي مادة علمية مدخرة، أرجوني وين مدخرة؟ أحمد ميسر إذا نادوا احكي لنا شلون كان أبوك خيط الجرح بإيده؟ تتذكر؟ وين خبي هاي المعلومات؟ ما معلومات هاي؟ وين خباية؟ أنا سامع منه من أكثر من 35 سنة، أكثر من 40 سنة أنا سامع منه، مدخرة عندي مخباية. شلون دورت عليها هلا طلعت هلا؟ يعني هل الإنسان يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بعقل وإدراك ووعي، أو يتناسى الكل ويلجأ إلى الفضل الإلهي الذي يمده من حيث لا يعلم؟ المدد الإلهي تحتاج فكر وين يمدك من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم، ويعطيك من الفضل والكرم والإحسان ما لا يخطر لك على بال. ما هيك يا شيخ محمد؟ يعني شيخ محمد صبيان ما عنده شيء. امبارح قاعد على الكرسي وعم يتحدث والجماهير عم تسمع والجامع مليان، يعني ما بيعرف مكان العقل فيه وين موجود. بتعرف هل هو بالرأس أم القلب؟ العقل وين موجود؟ يلي عم يحرك لي لساني أتكلم مين؟ يا أخي طبيعة الإنسان بيتكلم، يلي عم يطالع لك المدخرات من المعلومات لطرحها أمام الناس مين؟ وعم يذكرك بكل وحدة في مكانها ومحلها مين؟ أنا رح أنصحكم كل واحد منكم يتلاشى ولا يشعر لنفسه وجود، ويستمد من عظمة العظيم الذي يمد الخلق بما يحبون وبما يطلبون، ويعطي كل إنسان على حسب ما يستطيع. لو أعطاني معلومات أكثر من هيك علي ما بيتحمل ومطير، ما عم يتحمل. فكل واحد منكم عم يعطي قدرات على حسب ما هو بحاجة إليه. المهندس عم يعطي معلومات لا اختصاصه، المهندس الزراعي لو سألناه هاي العضاضة قديش بدها بحث ورمل وشمينته وعطينا مساحتها بيعرف. المهندس الإنشائي
إذا حطيناه مع المهندس المعماري يا ترى عنده نظر كالمعماري؟ لأنك اختصيت معماري بيعطيك قدرة في النظر ما يحسن غيرك يغلبك بها، والإنشائي بيعطي مدارك فكرية وعقلية لا يستطيع أن يجمع المتفرقات ويساويها كتلة واحدة. هذا اختصاص الإنشائي، بيجمع البحصات والرملات والشمينتو والمي، بيعمل لهم قالب بيساويهم عضاضة. المهندس الإنشائي اختصاصه بجمع المواد فقط. أما لو قلنا له تعال أنت واقف العضاضة واقف الخشب عشان نصب بقلبه، بيقول لك ما بعرف. العامل بيعرف أكثر من المهندس شلون بده يصب العضاضة، شلون بده يركز خشبات السقف. وعامل بيساوي خشبات السقف مهندس ما بيطلع بإيده. مهندس وظيفته يجمع المواد فقط، يقول لك قديش المقادير، قديش في بيحمل. أنا عندي حجم صغير بدي قوة عالية، بيقول لك عواضل الأربع أكياس للمتر حطهم خمسة، حطهم ستة، حطهم سبعة، حطهم ثمانية. كان بعض المهندسين يقول لا تخاف حط هالعضايض هاي، كنت حط ثمان أكياس للمتر، احتجنا نكسر المتر بالكمبريصة ما اشتغلت مثل النحاس. كل المهندسين بدهم هيك أو أربعة أكياس حاجة مشان نوفر ما نحط مصاري كتير. متى انباعت البناية وأنا متت اللي بدي أساو، لكن هارت البناية بعد ما متت. إيه أنا متت وخلاص تبني رسالة، بس استطعت إني أنا أوفر مشان أرباح مشان أعيش. فاللي بيوفر بيعيش، واللي بيعطيها حقها كمان بيعيش. عند الله مين الربحان؟ والله عند الله ما عم نفكر فيها لسه، ثم ما أنا الأوان نفكر عند الله أنه الأحسن. عم نفكر أنه بيعبي جيبي أكثر. هل تعلم جيبتك قد ما تعبت ما بتنفيها شيء؟ قد ما عبيتها ما بتنفيها شيء، بتن فاضية. طيب شو بدنا نساوي؟ بدنا نخلي الجيبة مليانة؟ إيه ما ممكن تعبى. في حدا ممكن دخله الشهري يستمر لتاني شهر؟ أو دخله الشهري بيروح بنفس الشهر؟ ما هي الأمور العامة؟ يعني بالشهر بيدخل علينا 100,000، بيروحوا 100,000. نستنى الشهر الثاني ليجينا مشان نصمدهم، مشان ندفعهم بالتدريج. نقبض المعاش دفعة واحدة، ندفعه بالتدريج. حاكي زرزة كزبرة وزرزة بقدونيس. هيك عم يصير معنا. الحياة التي نعيشها الآن لو نفكر شوية في المستقبل، وأنا أظن أنه ما فيكون حدا مستقر في هذه الحياة. شيخ أحمد ميسر أبوك وينه؟ موجود والدك ولا دفنته بإيدك؟ دير بالك بكرة أولادك بدفنوك. أليست هذه شؤون الحياة؟ والذي يفكر في الدار الآخرة
والوصول إلى هناك، والسؤال عن كل صغيرة وكبيرة. لا تهلي ما حدا شافني، وهي ما حدا سمعني. كل صغيرة وكبيرة ستمر عليك بكرة تقول آخ دخلكو، لك مشان الله انقذوني. المصيبة وقت أنا بكون بالقبر وبعيط ما حدا بيسمعني، بعد بيسمعني شيخ محمد وأنا بالقبر. وكل ميت إذا نزل في القبر قد ما عياض وشياض ما حدا بيسمعوه، لكن هو يتألم بذاته إن كان عمله غير مرضي لله عز وجل. وهو الذي يشعر بالراحة والطمأنينة في قبره إذا كان عمله مرضي لله سبحانه وتعالى. فأنا بنصحكم كل واحد منكم إذا راجع دفاتره، إذا في شيء ما بيرضي الله اعتذر عنه الآن، وممكن اعتذارك يقبل عند الله وعند البشر. بعد كم يوم جايكم فحص كلكم، والسؤال والجواب عما مضى وعما سيأتي. فيك شيء حكيم؟ يعني بكرة شو بده يصير؟ أنا مسؤول عنه؟ إذا بملك أنا ربي أولادي إنشان بكرة يديروا بالهم على حالهم، وإذا صار شيء بكرة أنا ما زدهم الفرشة يستطلعوا عليها. وإذا أنا بعرف وما حكيت فأنا مؤاخذ. وهنالك معلومات رب العالمين يعطيها للعبد ولا يستطيع النطق بها، ويحرم عليه النطق بها. كان بعض الصحابة يقول تعلمتم من رسول الله كليمات لو نطقتم بهذا العلوم. محل الستر ستر، ومحل الكشف كشف. يبي عم يعطيك بعقل لتميز مين. ارجعوا إلى الله الذي يراكم في السر والعلن، الذي يراكم في الظاهر والباطن، واجعلوا نصب أعينكم أن الله يراكم في كل الأحوال وفي كل الحالات، وستقفون بين يديه وتسألون عن كل صغيرة وكبيرة. ما حدا منكم فلتان، وأنا أولكم. أفكر إذا أجوني الملائكة الكرام وين الجواب؟ محضر حالك ولا شايف حالي ما نفعل شيء. إن لم يتغمدني الله بفضله وكرمه وعطائه وإحسانه، والله العطاس كان أحسن مني، ما بعرف، حدا بعرف شو فينيك. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة واوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم رحمهم الله، أنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابه حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأماتنا ولإخواننا ولأخواتنا وللمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.